انا لما اقدم لك عمل او اقدم لك شيء يا اخي ما ابي غير كلمه طيبه، لكن لما ما اشوف بالمقابل هذا التقدير وهذا الاحترام اقول يا رب انا ليش تواضعت، يا ليتك شايفه روحي. احيانا بعض الاشخاص فعليا والله نور التواضع بالنسبه لهم تسلق عليك، التواضع بالنسبه لهم ما ادري انت قطعت الحاجز الاحترام اللي بيننا وبين بعض، فاكتشفت ان في ناس يا اخي طيب معاهم ما ينفع، احنا نقول شيء طيب معاهم من الاخر ما ينفع، فتركت ابتعدت. رفعتي سقف الانا شوي، وصلتي للانا الاعلى حاليا؟ اي بعد معاناه بعد شعب عقب ما بس الانا الاعلى غرور نرجسيه. لا الحمد لله اعرف ارفع الانا مع من وانزل الانا مع من، يعني مع ناسي وجمهوري والعالم اللي ادري انه يبين فيها انا نهى، لكن مع اشخاص تعرفت منهم الموقف او احس انه ممكن افهم معاهم غلط او يقل الاحترام او يقل التقدير، لا انا ارتفعت اعطيت نفسي قدرها.